السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بالتغطية المستمرة من قناة الأيام الفضائية لعملية طوفان الأقصى وكل الأحداث التي تلت تلك العملية. هاي العملية المستمرة بأسابيعها اللي حقيقة اليوم يفتخر كل عربي وكل مسلم غيور وشريف ينتظر اليوم التغييرات أن تكون تغييرات بيده، متغيرات ينتظرها بأوامر وأوردرات خارجية من قوى الاستكبار العالمي. طبعا المنطقة ملتهبة، التهاب كبير جدا، أحداث كبيرة جدا قاعد تحدث بين الساعة والأخرى. حقيقة كل دقيقة ودقيقتين هنالك خبر عاجل في هذه المنطقة بسبب عملية طوفان الأقصى. أمس مثل ما شاهدنا البيان الرسمي من الجيش اليمني اللي اعترف بإطلاق صواريخ قصفت بعض المواقع الصهيونية دفاعا عن القضية الفلسطينية ودفاعا عن غزة وردا على الجرائم الصهيونية اللي قاعد ترتكب يوميا، بل بالدقائق، بل يعني كل ثانية هناك جريمة من الكيان الصهيوني. طبعا نناقش كل الأحداث اللي حقيقة صارت بآخر 24 ساعة، اللي حقيقة اليوم هناك تغيرات كبيرة. قبل كنا نسمع لما تكون قضية غزة والكيان الصهيوني نسمع قصف لغزة وشهداء ولكن بدون ردة فعل حقيقية، ولكن بعض الدول بعض الجهات الردود قوية جدا ستكون. طبعا أحبة المشاهدين ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ محمد حسن الساعدي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا حياكم الله. وعبر السكايب الدكتورة نسرين علي السلامة الباحثة بالشؤون الإقليمية والدولية من سوريا، أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع الأستاذ محمد. أستاذ محمد أريد أبدأ وياك بالبيان الرسمي من الجيش اليمني اللي اعترف بعمليات ضد مصالح الكيان الصهيوني اللي حقيقة قد تغير المعادلة. يمكن كان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تفكر أكثر بحزب الله، تفكر أكثر بحماس القسام وغيرها من القوى المحيطة بالأراضي المحتلة، ولكن أن تجي صفعة جديدة من اليمن فهتغير معادلات. تحليلك لهذا الموضوع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم مشاهديك الكرام. حقيقة هنا ما يسمى بمفهوم العسكرة هو مفهوم وحدة الساحات. نعم. اليوم عندما يعني شفنا أكو انفتحت الساحة وساحة المواجهة بين الكيان الصهيوني بين غزة وجنوب لبنان، واتجهت إلى اليمن واتجهت في سوريا وكذلك حتى في العراق. نعم. لذلك عندما نشاهد ونراقب الأحداث ونشاهد المواجهة بين محور المقاومة وبين الكيان الصهيوني نجد فعلا أن هناك وحدة للساحات. ليس غريبا من الجيش اليمني البطل وهو يدك أوكار الكيان الغاصب بصواريخ باليستية ووصلت إلى أهدافها بدقة، ما يعني أن ليس هناك هدف مستعصي على هذه المقاومة وعلى هذا المحور المهم والذي سوف يكون حقيقة درسا للتاريخ للكيان الغاصب. عندنا تعدد الجبهات أو وحدة الجبهات أو انفتاح الجبهات، هذا أمر كان لم يتوقعه الكيان. يعني حقيقة الجيش الإسرائيلي لم يكن يتوقع تماما مثل الانفتاح لهذه الجبهات سواء كان في العراق أو اليمن أو سوريا أو شمال لبنان. كان يعتقد أنه الجبهة اللبنانية، كان يعتقد أن جبهته فقط هي غزة وممكن أن يدخلها بسهولة وحتى دون مواجهات. اللافت في القصة أنه الغزاويين أو القساميين أو الحماسيين فاجأوا الكيان الصهيوني بضربات مهمة ونوعية وبدقة عالية، ما يعني أنهم اليوم غير أمس، يعني حماس اليوم غير أمس تمتلك القوة وتمتلك القدرة على مسك الأرض، على السيطرة على المعركة، على السيطرة على العدو. أصبح الكيان الصهيوني بدباباته بآلياته بمزنجراته وحتى بطائراته تحت سيطرة القساميون وتحت سيطرة الحماسيون، ما يعني أن الوضع تغير، خارطة المعركة تغيرت، أسلوب المعركة، التكتيك، الخطط تغيرت. كذلك لاحظنا في جبهة لبنان أصبحت المقاومة الإسلامية في لبنان برئاسة سماحة السيد حسن نصر الله تقود هي المعركة وهي المسيطرة على الأرض، ما يعني أن عملية الانفتاح التي شهدتها المعركة وتعدد الجبهات وتوسعها
تعني انها قادمه او يعني استاذ محمد، يعني اليوم هل باستطاعه الكيان الصهيوني اللي انه يفتح عده جبهات مثل الجبهه اللبنانيه، جبهه غزه، والان اليمن قاعد تطلق ايضا صواريخ، وهذا الموضوع هل باستطاعه الكيان الصهيوني تحمل؟ واحنا كنا مراهنين على شيء انه الكيان الصهيوني يكره موضوع الحروب الطويله. بالتاكيد هو معتمد على من الكيان الصهيوني، معتمد على الدعم والقوة الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهدنا كيف أن هناك زيارات مهمة من جون بايدن وغيره من رئيس وزراء فرنسا وبريطانيا، ورسائل ودعم. كل هذا شيء يعطينا رسائل، يعطينا رسائل أن المعركة متكافئة. نعم. يعني قبل كنا نعتقد أنه حماس ما تجي مع الجيش الإسرائيلي أو ما تجي مع الغرب كله وهو يدعم إسرائيل، اليوم نجد أن بكل هذه القوة وبوحشية القصف والضربات الموجعة لغزة وأهلها للأبرياء، أعتقد أنه اليوم يعكس فشلا وانقساما خطيرا في داخل العمق الإسرائيلي، ما يعني أنه يحاول أن يعكس القوى الغربية تعكس هذا الانقسام من خلال هذه الضربات الموجعة. لذلك اليوم الغرب أو الكيان الإسرائيلي يعتمد أو يتكئ على الدعم الغربي، لكن كل هذا الدعم الغربي لم يقدم شيء له أمام اختراق أو محاولة الدخول واجتياح غزة، لأن الكيان الصهيوني ومن قبله الغرب يعلم جيدا أنه الخاسر في هذه المعركة وفي هذا المستوقع. نعم أستاذ محمد، راح أكيد أرجع عليك، ولكن أيضا لدينا الدكتورة نسرين منتظرة، نجدد الترحيب بيش دكتورة. أهلاً وسهلاً بكم. أهلاً وسهلاً، ربي يخليك دكتورة. خلي أيضاً أبدأ مع نفس السؤال اللي سألت به أستاذ محمد، التدخل اليمني هل غير الكثير من اليوم المعادلة، من المعايير، من قواعد الاشتباك؟ هل كان الكيان الصهيوني وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تفكر باليمن؟ تماماً. أولاً أسعد الله مساءكم بكل خير، وإن شاء الله تعالى النصر لأهلنا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة. أريد أن أبدأ بكلمة، أننا عندما نريد أن نحلل أو نقرأ الواقع انطلاقاً من 27 الأول عام 2023 فنحن نكون مخطئين، وقد جرتنا وسائل الإعلام العميلة على مستوى العالم لأن نفكر ونحلل بأسلوبهم. نعم. إن التحليل الحقيقي لما يحدث الآن في فلسطين يجب أن يعود إلى تاريخ وعد بالفور عام 1911 إلى اليوم، هو تراكمات، وعندما نعود إلى هذا التاريخ الطويل فنحن نعرف تماما أننا نستطيع أن نقول ليس حماس وإيديولوجية حماس، ولكن نستطيع أن نقول أنه فعل مقاوم لاحتلال دخل وتعدى على أرض ليست أرضه، وتاريخ ليس تاريخه، وجغرافيا ليست جغرافيته. بالعودة إلى سؤال حضرتك بموضوع اليمن، نلاحظ أنه منذ بدء العدوان الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر تفاوتت ردود الفعل العربية بين من وقف على الحياد بشكل مطلق وبين أعلن بأنه ليس على الحياد كما هو الحال مع الجمهورية العربية السورية ومع المقاومة اللبنانية، وأيضا هناك بعض الدول التي أخذت بعين الاعتبار أنها أوقفت عمليات التطبيع التي كانت قد بدأت بها كما حدث في المملكة العربية السعودية. هناك أيضا ممن تدخل بأسلوب وساطة سياسية أو وساطة من نوع آخر، ولكن أعلى وأجمل وأفضل ردود الفعل أو من الدول العربية تجاه ما يحدث في فلسطين هو التدخل المباشر، التدخل العسكري المباشر بأبهى صوره، وهذا ما أفسر به الحس القومي والمقاوم والعروبي الكبير جدا لدى أهلنا في اليمن، وبأنهم لا إلى اليوم هذا يتجرعون وعبر تاريخهم الطويل المطامع التي للأسف الشديد لم تقتصر فقط على المطامع الخارجية بل أصبحت أيضا مطامع بأيدي بعض الجيران والدول العربية. لذلك فإن الألم الذي يألمونه ينعكس تماما برد فعل كان الأوضح والأبهى بالرد العسكري المباشر، وكم يأمل كل عروبي يحمل فلسطين في قلبه أن يكون كل الدول العربية لها نفس رد الفعل. وفي حال قارنا الإمكانات البسيطة والوضع الذي يعيشه اليمن. نعم. وأهلنا في اليمن من حصار ومن حروب، فإن ما يتقدمون
به وما يقومون بفعله يحسب لهم كثيرا، وكما قلت لك يعرب عن حس قوم وعروبي ومقاوم اصيل جدا في اهلنا. نعم دكتور. لدى اهلنا في اليمن. نعم دكتور. طبعا احبه المشاهدين، عندنا عدد من الفيديوهات اللي نحب اليوم ايضا نشاركها من خلال تغطيه قناه الايام الفضائيه لعمليه طوفان الاقصى. خلونا نشاهد اول فيديو وراجعين. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو الألم. نقوم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، فلنواصل المسيرة نحو غاية الألم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نبقى هنا. طبعا رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، هذا الفيديو من داخل احدى المؤسسات الصحيه بقطاع غزه، اللي حقيقه اليوم يعني الناس واصلين الى مرحله حتى الوقود بعد ماكو، ممكن هذه المستشفيات تغلق بالساعات القادمه، ولكن ما شاء الله شوف الروح المعنويه لدى العاملين من اطباء وممرضين، انه بهذه الهمه وبهذه الكلمات وبهذا الصوت الواحد يعطون بعض الامل، وإن شاء الله الأمل مستمر وحقيقة موجود لدى كل شجعان فلسطين وكل شجعان العالم للتخلص اليوم من الاحتلال الصهيوني وغيره. طبعا حبيت المشاهدين نرجع مع الأستاذ محمد حسن الساعد. أستاذ محمد، اليوم ظهر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد الإمام الخامنئي، وصرح حقيقة تصريح يعني كبير جدا، إذا انقطع عون أمريكا فإن الكيان الصهيوني سيصاب بالشلل في غضون بضعة أيام. يعني اليوم المقاومة الفلسطينية ما قاعدة تواجه الكيان الصهيوني، اليوم دا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية اللي دائما تتكلم عن مجال حقوق الإنسان وتتكلم على حماية المدنيين وتتكلم على الديمقراطية. اليوم يد الولايات المتحدة الأمريكية ملطخة بدماء الأبرياء ودماء الأطفال في غزة. اليوم مع الأسف نجد اليوم الكثير من الأنظمة العربية تأخذ أوامرها من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم المقاومة الفلسطينية تواجه عدد كبير جدا من الأنظمة، مو فقط الكيان الصهيوني. نعم نعم. طبعا بس عندي تعقيب إذا تسمح لي على كلام الأستاذ الضيف. طبعا كان الموقف العراقي متميزا جدا، يعني بجانب موقف اليمن وموقف الدول العربية الأخرى والإسلامية، لأنه كان سياسيا وكان عسكريا، العسكري انعكس في قصف معسكرات القوات الأمريكية في العراق، تحديدا معسكر عين الاسد والحريق. استاذ محمد عذرا للمقاطعه، يعني انا ايضا عراقي وممكن انا ادافع اليوم. الرد العراقي كان رد مو رد رسمي، اليوم اللي احنا امس شاهدنا بيان من الجيش اليمني يتبنى العمليات ضد الكيان الصهيوني. فاليوم بالمعادله السياسيه انه لحد الان من الانظمه او من الدول العربيه الرد الاقوى هو الرد اليمني. نعم صحيح، بس احنا تعرف انت احنا جيشنا جيش رسمي. نعم. في حين ان الجيش اليمني يعني ما زال لحد الان هو في الاستهداف الامريكي والاستهداف الخليجي، فبالتالي نعم. هذا الخلاف اللي يختلف دولية. فيه نعم. بين الجيش العراقي وبين الجيش اليمني. لا جانب الموقف يعني السياسي، يعني دكتورة نسرين تقول هناك شرعيه دوليه، يعني اليوم من يتحكم بصنعاء بعاصمه اليمن هي اليوم الجيش اليمن الرسمي، انه التابع اليوم مثلا للحكومه. نعم. بعد سقوط علي عبد الله صالح. نعم. وانا هو رد رسمي امس. نعم، لكن انا اتحدث انا على الجيش العراقي، الجيش العراقي اليوم محكوم بقوانين، يعني نعم. تابع للدوله العراقيه ومحكوم بقوانين لا يمكن ان يتجاوز هذه القوانين. اما عن الجانب السياسي فكان موقفا جيدا، سواء كان من رئيس الحكومه السيد السوداني وموقفه بيانه في الجامعه العربيه، موقفه رسالته الكبيره والمهمه امام الرئيس الروسي بوتين،
كل هذا يعني أو يعكس الموقف، كذلك التظاهرات المليونية التي خرجت، موقف المرجعية الدينية العليا، بيان سماحة الإمام السيد السيستاني واللي كان بيانا حذرا وشديد اللهجة وقوي ومدوي أمام هذا العنجهية الكيان الصهيوني. نرجع إلى أعود إلى سؤالك، بالتأكيد هذا يعني كان واضحا جدا في كمية الأذى والضرر الذي لحق بقطاع غزة وبأهلها وبضرب المؤسسات التربوية والصحية، شدة القصف يعني قضية يعني قوة هذه الضربات كلها تعكس نعم وجود يعني أنه الحرب أو المعركة معركة لكل الغرب أمام القساميين. وأنا تحدثت قبل قليل وقلت أن المعركة ليست بين الكيان الإسرائيلي وبين القساميون، بل هي معركة بين فلسطين وبين العالم الغربي. لذلك اليوم معركة أصبحت أنا أقولها كمراقب متكافئة، فعلا أنها متكافئة لأنها عبرت عن قوة وقدرة وهذا هذا التنظيم الصغير وهذه الفصائل المسلحة الصغيرة بمكوناتها بتكتيكها بسيطة، لكنها غيرت مجرى التاريخ وغيرت حركة وطبيعة المعركة على الأرض. اليوم العالم كله ينظر إلى هذا الاقتدار وإلى هذا الصبر وإلى هذه القوة وإلى هذه القدرة في السيطرة على المعركة وعلى يعني كيفية تغيير الخطط بسرعة وكيفية التكتيك العسكري وبسرعة. اليوم نعم. إسرائيل تتكئ على الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهدنا كيف أن أول رئيس حط في تل أبيب هو الرئيس الأمريكي، وكيف أن الطائرات الـ16 وغيرها 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 وصلت إلى تل أبيب بكل أسلحة وكل عتادها، البوارج وصلت إلى 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 يعني إلى منطقة الشرق الأوسط. شاهدنا كيف أنه الدعم مفتوح، والدعم المالي والدعم العسكري والدعم اللوجستي كله مفتوح للكيان الصهيوني. لكن إذا تسألني هل أقول لك يعني هل تقول أن هذا الدعم استطاع أن يغير مجرى المعركة؟ أبدا لم يغير ولا مترين، بدليل أنه الدبابات الإسرائيلية تراجعت كيلومتر أمام صد وقوة وشراسة الرد الحماسي نعم. على الاجتياح لمدينة غزة. نعم نعم أستاذ محمد. طبعا أعود مع الدكتورة نسرين. دكتورة، السيد حسن نصر الله يعني بفيديو لمدة 10 ثواني حقيقة الإعلام الغربي، الإعلام الصهيوني، الإعلام الأمريكي تحدث وأنه شنو رد حزب الله ما هو وإلى آخره. هناك انتظار لخطاب، سيكون خطاب قوي حسب المعطيات يوم الجمعة القادم. شنو توقعاتك، تحليلاتك، شنو اليوم مضمون هذا الخطاب للسيد حسن نصر الله؟ حقيقة دائما السيد حسن نصر الله سيد المقاومة يفاجئنا دائما بتحليلاته وبقراءته للواقع وبإجراءاته على أرض الواقع. طبعا الحرب يجب أن يكترفها الكثير من الغموض، لا يستطيع أي طرف من أطراف المعركة أن يبوح بكل الأسرار أو يبوح بالخطط، لأنها جزء من استراتيجية أي معركة. ولكن أنا لن أعقب على ما سوف يطرح السيد حسن نصر الله، لأن دائما أفكاره خلاقة. أريد أن أعقب فقط على طريقة الإعلان، التوقيت. لم يسبق أبدا للسيد حسن نصر الله أن أعلن عن لقاء له قبل أسبوع من اللقاء تقريبا، يعني اليوم الأحد عفوا البارح من يوم الأحد عفوا أعلن عن موعد اللقاء بأنه سوف يكون يوم الجمعة. أنا آسفة، الأيام أصبحت تتداخل لأن ليلنا ونهارنا نتابع ما يحدث في غزة. فيوم الأحد أعلن عن موعد اللقاء سوف يكون الجمعة بعد الظهر. بحد ذاته هذا الإعلان بالوقت المبكر وبهذا التوقيت، ولماذا الجمعة ولماذا من يوم الأحد يعلن ليوم الجمعة، عمل الكثير من الإرباك سواء للقيادات السياسية أو القيادات العسكرية الموجودة في جيش الاحتلال وفي حكومة الاحتلال الصهيوني الغاصب، أم في داعميه من الجهات الأمريكية والغربية المتنوعة. لا يزالون الآن هم في حيرة من أمرهم، لماذا هذا التوقيت وماذا سيحصل من هذا إلى حينه. دكتورة، تتوقعين توسيع بعمليات الحزب بعد الظهر؟ هناك توسع بعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بعد الخطاب؟
أريد أن أقول لك شيئا بأنه القارئ للواقع وما يحدث، طبعا لا أحد ينكر أن حجم الدمار كبير جدا الذي حصل في غزة، ف165 ألف وحدة سكنية تضررت و20 ألف وحدة سكنية هدمت تماما. البارحة مر ليل سيء جدا على أهلنا في غزة، خلال النهار قصف مخيم جباليا أبيد إبادة كاملة، مع كل هذا لم يدخل سوى 13 شحنة منها للمستلزمات الطبية والصحية وسبع شحنات للغذائية منها شحنتين فقط للمياه. مع كل هذه القراءة نلاحظ أن الوضع صعب جدا، ولكن بالمقابل من أحد أهم الأسباب التي لا تجعل قوى الاحتلال الإسرائيلي يدخل إلى غزة بريا هو خوفه من حشد كل إمكانات من اتجاه جبهة غزة وترك الجبهة الشمالية بدون أي حماية، وهذا أكيد بسبب قراءات للواقع. فنحن نعرف تماما كما قلت لك هناك الكثير من الأسرار التي لا تعلن، ولكن فعلا ما وصل إلينا من معلومات بأن المقاومة اللبنانية بقيادة السيد حسن استطاعت أن تستهدف عدة تقريبا 33 رادار على الحدود الشمالية وأكثر من 145 كاميرا مراقبة. أصبحت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجبهة على الجبهة الشمالية شبه معمية عن متابعة الأرض هناك. هذا أحد الأسباب، هم لا يحشدون باتجاه غزة بسبب خوفهم من الجبهة الشمالية، ولكن بالمقابل أحد العاملين في سلك الأمن القومي الإسرائيلي بين قوسين قال الحرب البرية خطرة جدا لا سيما في المناطق الحضرية، ولكن الحرب ضمن الركام هي أخطر. وكما نلاحظ وكما كل العالم يلاحظ، من يقصف هم الأطفال والأبرياء والنساء. إلى الآن تقاربت عدد الشهداء في غزة حوالي 9000 شهيد، هؤلاء المعلن عنهم ولكن تحت الأنقاض لم يوجد إحصائية دقيقة. نعم دكتورة. النصف تقريبا هم من الأطفال. هذا القصف المتكرر للجوي بسبب أولا الجبن الكبير جدا وخوف قوات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الدخول بريا، وثانيا هدفهم كما يقولون هو القضاء على حماس، ولكن حماس كما نعلم وكل العالم تعلم هي لديها شبكة واسعة جدا من الأنفاق، هي ليست فوق الأرض، هي تحت الأرض وبانتظارهم، ومحاولات توغلهم التي لم تتجاوز بأحسن حالاتها 800 متر داخل أراضي قطاع غزة كان يخرج لهم مقاتلي المقاومة الإسلامية. أنا لا أريد أن أصفها حماس، هم مقاومة إسلامية لأنهم نعم يتكلمون بلسان الشعب الفلسطيني كله، يخرجون من عيون. والبارحة أوقعوا عدد من القتلى، أنا أقول قتلى، وأعاتب بعض التلفزيونات العربية بأن تسمي الفلسطيني قتيل والإسرائيلي المغتصب المحتل قتيل. الفلسطينيون شهداء، وهؤلاء الإسرائيليين المحتلين هم قتلى. لذلك بالحديث عن القتلى لا يوجد أبدا أي تصريح حقيقي عن حجم خسائر إيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن عندما يقول الناطق باسمه أن هناك الحرب لها تكلفة باهظة فهذا يعني هناك خسائر كبيرة في المستقبل، بخسائر كبيرة جدا. نعم. وكان حتى أعداد الأسرى لا يصرحون بها، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية لا يصرحون بها. كما قلت لك الحرب في جزء كبير منها خدعة، حتى الدول الداعمة، وأعود لأحيي ضيفك، حتى الدول الداعمة أحيانا يكون هناك دعم معلن ودعم مخفي بقصد حماية المقاومة الفلسطينية، وبقصد أيضا أن يكون هذا التآزر مع الشعب الفلسطيني دون نتيجة وذو فعالية. نعم دكتور. وكما قلنا نحن محكومون بالشرعية الدولية، لا نريد لأحد أن يمسك علينا ممسك أو أن يقول بالضبط سوف نضرب في سوريا لأنها تدخلت، رغم أنهم هم كجيش احتلال إسرائيلي وكداعمين له أمريكان هم أبدا ليسوا تحت أي بنود الشرعية الدولية ولا القانون الدولي. فهذا القصف كما قلت لك للأبرياء نحن نرى بأعيننا والعالم يرى، أطفال ونساء. حماس التي بين قوسين تقصدونها هي بكل تأكيد لن تنتظركم لتقصفكم. نعم دكتورة، راح أرجع إليك دكتورة، أكيد واسعة جدا. نعم دكتور. واسعة جدا من الأنفاق،
وللأسف ليست كمقاربة، أعتذر جدا عن هذه المقاربة، ولكن يجب أن نكون حياديين في بعض الأمور. نحن في سوريا، في بعض المناطق في سوريا عانى الجيش العربي السوري حربا شعواء وخطيرة جدا في المناطق التي كان هناك شبكة من الأنفاق، لم يستطع أبدا وتأخرت جدا، واضطررنا إلى الانسحاب نحو التسويات، لأن الحرب ضمن مدينة تحت مدينة يكون من الصعب جدا 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 حسب الأمر. نعم دكتورة، طبعا أحبة المشاهدين أيضا عندنا فيديوهات تزيد الأمل اليوم رغم كل القساوة اللي قاعد نشاهدها، رغم كل الإجرام والغدر الصهيوني، ولكن الأمل باقي إن شاء الله. خلونا نشاهد هذا الفيديو راجعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور. مساندة من القوة الصاروخية اليمنية لإخواننا الشعب الفلسطيني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله ستد يا رب. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا غزة، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا الفيديوهات اللي أعلن عنها الجيش اليمني باستهداف بعض المواقع الصهيونية اللي حقيقة اجتازت البحر الأحمر ووصلت. هناك بعض الأخبار حقيقة الغريبة اللي تقول أن اعتراضات هذه الصواريخ مو فقط كانت أنه دفاع من الكيان الصهيوني اعتراضاته، ولكن الأردن، السعودية، مصر اشتركت باعتراض تلك الصواريخ. اليوم إلى مرحلة للأسف وصلنا من العمالة، من الخنوع، من الخذلان، من التطبيع، سموها كل الصفات السيئة اللي قاعد نعيشها. رئيس دولة عربية ينصح الكيان الصهيوني، يابا لا تهجروهم السيناء، هجروهم للصحراء النقب، أفضل وأقرب لكم. ملك الأردن البارحة والله دا يتسوي اتصالات يريد يخفف الآلام اللي قاعد تصير بغزة، هسه تذكرك اتصالات وكل هاي الأمور. أما السعودية عندها شيء أهم، السعودية عندها موسم الرياض، غزة شنو، فلسطين شنو، يريدون يبيعون مصارعة، يريدون يجيبون مطربين، يريدون يجيبون الفرق أمريكية. هسه وقت يعني الحقيقة يعني أكو تعليقات ظهرت إنه الآن المملكة العربية السعودية رجعت إلى تاريخ ما قبل الإسلام، لما كانوا بدفوف يحومون على الكعبة، عادوا للجاهلية. هاي يعني هذا تاريخهم، يا دين يا ديانة، يا غزة يا فلسطين يا مقاومة. خليهم تركها للشيخ، أهم موسم الرياض أهم. يعني مسيرة تطلع بلندن 100,000 متظاهر من أجل دعم القضية الفلسطينية، لندن سعودية بلاد الحرمين، خادم الحرمين الشريفين، لا لقاكم لا حرمين ولا شيء. طبعا نرجع مع الأستاذ محمد. أستاذ محمد، أمس ظهرت بعض الأخبار تقول لك أنه الدفاعات لبعض الدول العربية كانت مساندة للدفاعات الإسرائيلية باعتراض الصواريخ اليمنية. ماكو شيء مؤكد على هذا الخبر، بس أنا ما استغربه منهم. أنا طبعا أؤكد كلامك، يعني الاستغراب أنا أثني عليه،
فعلا يعني ليس مستغربا وشاهدنا كيف الموقف العربي حقيقة الضعيف والمتردي والمتراجع جدا في القمة الأخيرة والذين خرجوا بدون حتى بيان ختامي. فبالتالي اليوم لسنا نعول كثيرا، نحن في العراق لا نعول كثيرا على موقف الدول العربية أو موقف الدول الخليجية سواء مصر أو السعودية أو غيرها من الدول، لا نعول كثيرا على هذه المواقف لأننا نعلمها جيدا، سواء كان من موقف من القضية الأم وهي القضية الفلسطينية أو قضية القدس أو حتى من بقية المواقف العربية والإسلامية. مثل هذه الدول أوغلت كثيرا في عدائها أو موقفها السلبي ومن القضية الفلسطينية، كما أنها مشت وترعرعت وتربت في داخل الحضن الغربي وفي داخل الحضن الكيان الإسرائيلي، بعضها طبع وبعضها تطبع وبعضها لازم سرى باتجاه التطبيع. فبالتالي اليوم لا نعول كثيرا على هذه المواقف، نعول كثيرا على مواقف محور المقاومة واللي كان إلى بصمة واضحة في وقوفه أمام هذه الغطرسة، كذلك موقف الفصائل المسلحة القوية في فلسطين والتي غيرت مسار المعركة وغيرت حركة يعني المواجهة على الأرض، هذا جدا مهم. كذلك نعتمد على صمود الشعب الفلسطيني وتعوده على مثل هذه المصائب وأن يكون صابرا محتسبا وتحمله لمثل هذا الوحشية من الكيان الغاصب. نعم استاذ محمد، عندنا اتصال هاتف سريع وراح ارجع اليك، ولكن الاتصال من اليمن مع الاستاذ هيثم المتوكل الصحفي والناشط السياسي. اهلا بك استاذ هيثم. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم وبضيفكم وبجمهور قناتكم. ربي يخليك استاذ هيثم. البارحه كان البيان مزلزل من القوات المسلحه اليمنيه، هل سنشاهد بالايام القادمه انه عمليات للجيش اليمني تضرب المصالح الصهيونيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه ان الشعب اليمني اليوم يقف في ارض المعركه الى جانب الشعب الفلسطيني. نعم. اليوم هنالك توجيه البوصله باتجاه العدو، كان هنالك توجيه للبوصله باتجاه ادوات الداخل المنطقه، ولكن الواجب الديني والوطني يحتم على أبناء الشعب اليمني أن يقفوا حكومة وشعبا إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني أو إلى جانب القضية الفلسطينية. كان اليمن حضور إلى في القضية الفلسطينية سواء بالفروض الجماهيري أو سواء بالدعم أو غير ذلك. اليوم اليمن في أرض الواقع تثبت وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، والجيش اليمني اليوم يجهز وقد أعد العدة في الهدنة التي السابقة التي مر بها أبناء الشعب اليمني. كان هنالك إعداد للعدة في الجانب العسكري في الجانب الإعلامي في جميع المجالات لمواجهة العدو الغاصب والمحتل للأراضي المبتدة، وبالتالي سيكون هنالك عمليات نوعية لن يستطيع العدو أن يتوقع ما سيحصل له من ردود بما يرتكبه اذا ما يرتكبه من جرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني. هنالك خطوط حمراء وضعها قائد المسيره القرانيه في اليمن، واحد هذه الخطوط الحمراء هي كانت الغزو البري والتنادي في ارتكاب المجازر بحق ابناء الشعب الفلسطيني، وراينا ذلك جليا في الرد. ولا زال هنالك عده خيارات للرد مع للتعامل مع هذا العدو الصهيوني. اليوم هنالك خسائر فاتحة يتلقاها العدو الصهيوني ومن بعد يوم. اليوم الولايات المتحدة وما تأخذه من ضرائب من مواطنيها وتعطيه الإسرائيليين لم يعد أبناء الأمريكيين يستحملون، لأنهم يعرفون أن رهانهم خاسر وأن حربهم التي دخلوا فيها هم مهزومون، والنصر هو سيكون حليف محور المقاومة وسيكون حليف محور المقاتلين والمجاهدين المتواجدين في داخل غزة. نعم استاذ هيثم، انتم اليوم كيمنيين واليوم اعلنتم بصراحة عبر اليوم المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني عن قيامكم بهذه العمليات ضد الاهداف الصهيونية، هل تتوقعون هناك رد، ممكن رد امريكي او رد سعودي او رد صهيوني على هذا القصف، مثلا يتعرضوا لكم بقصف على الاراضي اليمنيه بطائرات او غيرها؟ سيدي الكريم، الشعب هو في بدايه طوفان الاقصى خرج
وفوض قائد المسيرة البرعانية وفوض القيادة اليمنية بالرد على العدو الغاصب، وبالتالي اليوم الشعب اليمني هو يعرف ويتحمل تبعيات ما قام به من واجبه الوطني والديني في الدفاع عن الأراضي المحتلة، وبالتالي اليوم الشعب اليمني عاش تجربة كبيرة. كان هنالك حرب عالمية كبرى على أبناء الشعب اليمني، لم يعد أبناء الشعب اليمني اليوم يخسرون أي شيء، لأنه لا زالت اليوم اليمن محاصر، ولا زال هنالك عدوان داخلي من الأدوات الإسرائيلية والأمريكية داخل الأراضي اليمنية، وبالتالي اليوم هنالك معركة يخوضها أبناء الشعب اليمني، وهي المعركة الأكبر مع الكيان الغاصب، وهي كانت هذه المعركة هي من أولوية أبناء الشعب اليمني، ومنتظرون ومتلهفون لهذه المعركة. اليوم أبناء الشعب اليمني هم يدركون بأن هنالك تبعيات، وسيكون هنالك كف أو رد بطريقة ما، ولكن نحن كشعب يمني اليوم نفوض القيادة اليمنية ومتحملين، ولو اضطر الأمر أنبعنا بيوتنا وتبرعنا إلى القوى الصاروخية لكي ترد العدو الغاصب من عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني. لا يوجد أي خسائر لدينا، نحن لن يعد لدينا ما نخسر، فقط لدينا قضية واحدة نحارب من أجلها، وهي القضية الأساسية لأبناء محور المقاومة، وهي القضية الفلسطينية. نعم، كل التحية والشكر لك أكيد الأستاذ هيثم المتوكل الصحفي والناشط السياسي من يمن، شكرا جزيلا، وحفظ الله اليمن، اليمن السعيد، يمن المقاومة، يمن الرجال، يمن القصف المستمر إن شاء الله على الكيان الصهيوني. أرجع مع الأستاذ محمد، وأنا آسف قاطعتك، ولكن كان اتصال من اليمن، وتعرف قريبين هم من الأحداث، فنريد نعرف الكثير. أستاذ محمد، توقعاتك الأيام القادمة، الغزو البري يعني اللي أسميه اليوم من قبل الكيان الصهيوني، اللي صارت به تجربة قبل عدة أيام والآن مستمر بشيء خفيف تقريبا، أنه موضوع غزو بري حقيقي وبقوة ما يقدرون، يعني أرفوا هناك مقاومين، هناك أشاوز، توقعاتك الأيام القادمة إيش؟ طبعا احنا راقبنا خطاب بايدن وكيف نصح الكيان الصهيوني بعدم اللجوء إلى الاجتياح، لأنه سوف يكون مؤذي وخطير على الجيش الإسرائيلي، هذا جانب. جانب المهم فعلا هو هذا مستنقع، وما ممكن اليوم الكيان الصهيوني يلجأ إلى مثل هذا الخيار، وهو الدخول إلى غزة أو الغزو مثل ما تفضلت، الغزو إلى غزة، لكن هو يبحث عن الحفاظ على ماء وجهه بعمليات هنا هناك، وشاهدنا كيف البارحة أو قبل أول بارحة شاهدنا كيف أنه دخل إلى منطقة وانسحب منها بسرعة، يريد أن يحافظ على ماء وجهه. لكن بكل المقاييس أستاذ العزيز، وأقولها كمراقب وبتحيز طبعا أقولها، طوفان الأقصى أعلنت نتيجة 100% لفلسطين وأهلها وللغزاويين وللقساميين ولحماس عموما ولكل فصائل المسلحة، سجلت نصرا حقيقيا بكل المقاييس. اليوم غزة وفلسطين تقف أمام كل هذه الآلة وأمام كل هذا التوحش وأمام كل هذا يعني حقيقة العنجهية الغربية والعنجهية الأمريكية والعنجهية الإسرائيلية. لذلك اليوم عندما قلت قبل قليل أن أصبحت الحمد لله أصبحت المعركة متكافئة بين الطرفين، وأصبحت غزة بأهلها وبقواتها وبمقاوميها أصبحت ندا لإسرائيل وأصبحت ندا للغرب، شاهدنا كيف هناك نوعية الضربات، نوعية المواجهة، كيف مسك الأرض، كيف يعني ضربات موجعة للكيان الصهيوني، أسرى موجودين في المقاومة، كل هذه يعطينا رسالة واضحة بأن المقاومة الفلسطينية بكل ألوانها وبكل انتماءاتها اليوم تقف شامخة منتصرة، وفعلا أعلنت انتصارها منذ بدء طوفان الأقصى. نعم أستاذ محمد، أعود مع الدكتورة نسرين. دكتورة، أيضا نفس السؤال، تحليلك الأيام القادمة، هل اليوم إطالة أمد الحرب إن هو يعني تقريبا هو مضر اليوم بالمصلحة الصهيونية، هل اليوم إن القوى الغربية الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي ستضغط على إسرائيل من أجل إيقاف حربها على غزة؟ هل هناك صفقة تبادل سجناء مثل ما إنه صرحت اليوم المقاومة الإسلامية في فلسطين إنه يطالبون بتبييض السجون؟ هل سترضخ إسرائيل لكل هذه الطلبات؟ تماما، القارئ للموقف الآن يلاحظ أن
التدخلات أو المحاولات الدخول البرية باتجاه قطاع غزة كانت على 5 محاور، والبارحة كان ليل ملتهب تماما في قطاع غزة وعلى أهلنا في غزة. فالمحاور 5 كانت عبر المحور الشمالي الغربي عبر دوغيت بيت لاهيا جبالية، والمحور الشمالي الشرقي عبر سيدروت بيت حنون، والمحور الشرقي المقبرة الرئيس الكاشف جبالية، والمحور الجنوبي الشرقي عبر كارني الزيتون وتل الإسلام والرشيد، والمحور الساحلي البحري لمدينة غزة. كل هذه المحاور يسعى من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يقسم قطاع غزة إلى قطاعات، ويحاول أن يبعد بالمدنيين باتجاه الجنوب من خلال سياسة الأرض المحروقة، ومن خلال صب الجحيم من مختلف الزوايا على قطاع غزة بحرا، من خلال المقاتلات والموجودة والداعمة لهم البريطانية والأمريكية، ومن خلال عدة جبهات. بالنسبة لموضوع الحرب هل ستكون طويلة أو قصيرة، فبكل تأكيد لن تنتهي الأمور خلال فترة قريبة. أنا أرجح أن يكون قد تمتد، بما أنها بدأت بقوة والخسائر كبيرة جدا والتجهيزات واضحة، ولا يزال هناك مفاجآت لمحور المقاومة بشكل كامل وللمقاومة الفلسطينية بشكل خاص. هناك الكثير من المفاجآت التي سوف تطرحها الأيام القادمة إن شاء الله، ومتفائلين بها جدا. ما نستطيع أن نتفق عليه أن وضع الكيان الصهيوني الغاصب ما قبل 7/20/2023 ليس كما بعده، هذا أمر يجب أن نتفق عليه جميعا، سواء نفسيا بين هؤلاء الطائعين على الجغرافيا والتاريخ، أو نعم، سواء سياسيا من خلال التشتت الكبير جدا في المواقف السياسية داخل قيادات الكيان الصهيوني الغاصب، أم سواء عسكريا. من يقاتل من أجل أرضه ليس كمن يقاتل خائفا وهو عارف أنه بقاؤه محدود دينا وشرعا وتاريخا وجغرافية، كل ما هو موجود في فلسطين يرفضه. لذلك فالكفة إذا أردنا أن نقارب، رغم كل الدعم الكبير جدا للجيش الاحتلال الإسرائيلي من أمريكا بالمرتبة الأولى، مقابل القوة لا نستطيع أن ننكر أنها تعداد أقل. دكتورة تحدثتي بشيء مهم جدا، دكتورة تحدثتي بشيء مهم جدا. نعم؟ قلت تحدثتي بشيء مهم جدا، قلت إنه إسرائيل قبل 7 أكتوبر تختلف عن إسرائيل بعد 7 أكتوبر. بما أنك حضرتك في سوريا، هل عاد الأمل بعودة الجولان المحتل للتراب السوري؟ طبعا شيء أكيد، وكما قلت لك الكثير من الأفعال المقاومة لا يصرح بها، الكثير من الاتفاقات واستعادة الحق لا يصرح به. نعم. الجولان ولا يوم من الأيام كان منفصل في اعتباراتنا نحن كسوريين قيادة وشعبا، ليس منفصلا أبدا عن القضية الفلسطينية وعن الشأن الفلسطيني. عودة أرض الجولان هي جزء من أرض من هدفنا الأساسي في عودة أرض فلسطين كاملة إلى أهلها. لذلك فالفعل المقاوم الذي ينتهجه الشعب والحكومة في سوريا هو على خط واحد، لا تقل الجولان أهمية عن فلسطين ولا تقل فلسطين أهمية عن الجولان. وعندما نتحدث بنصرة شعبنا في فلسطين فنحن نتحدث ضمنيا بأن الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا، وهذا أمر لا يمكن أبدا الحديث أو كما أقول لك لا يمكن أبدا أن يتزعزع إيمان أي شخص سواء في سوريا أو على مستوى العالم. نعم. وكل مؤتمرات السلام وكل الاجتماعات وكل ما مر على تاريخ سوريا بالحكومات المتعاقبة والرؤساء المتعاقبين أمر مفروغ منه، وشيء لا يمكن أبدا لاثنين أن يختلفان عليها. الأمل بعودة الجولان موجود من اليوم الذي أخذ سلب فيه الجولان الحبيب. وبالمقابل فأن اهتمامنا الكبير جدا كما قلت لك بالشأن الفلسطيني وبالنصرة المقاومة الفلسطينية يعني ضمنا أننا نريد تحرير كل هذه المنطقة من رجس الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ووجود هذا الكيان المؤقت. كنت أريد أن أوضح فكرة بأقل من دقيقة، الوقت انتهى. هل الحرب طويلة أم قصيرة؟
أنا أؤكد لك أن الحرب لن تكون قصيرة أبدا في حال لم ترضخ قوات الكيان الصهيوني المؤقت للشرعية الدولية وللقانون الدولي، وفي حال لم توقف هذه المجازر. من جهة أخرى، موضوع تبادل الأسرى، أعتقد أن ما صرح به المقاومة الإسلامية في غزة هم فيما يخص الأسرى الأجانب من جنسيات غربية وليس من الكيان الصهيوني الغاصب. من جهة ثالثة، الانقسام في الشارع بين الطارئين على التاريخ، لا أستطيع أن أقول سكان الكيان المؤقت، الطارئين على التاريخ والجغرافيا في هذه المنطقة، حصل انشقاق حقيقي بينهم وبين قياداتهم، لأنهم يقصفون المكان الذي يوجد فيه ذويهم في غزة، وهم لا دون أدنى معرفة بأماكن تواجد ذويهم في هذه المنطقة وبمدى الأمان الذين هم فيه. يعني هم يتبعون سياسة الأرض المحروقة بما فيها، بالمقاومة، بالأبرياء، حتى بأسراهم الموجودين لدى المقاومة. نعم. الإسلامية. نعم دكتورة. إذا حصل قسم لتقسيم لا سمح الله للقطاعات وفرض عليها هذا الوضع، فصل القطاع الشمالي عن قلب غزة، أعتقد أن الحرب ستطول جدا، لأن حرب الشوارع مرهقة. نعم دكتورة، انتهى وقت البرنامج. عذرا لك دكتورة. كل التحية والشكر لك دكتورة نسرين على السلامة، الباحثة بالشؤون الإقليمية والدولية من سوريا. شكرا جزيلا، وكل التحية والشكر للأستاذ محمد حسن الساعدي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا، أو شكرا لك على كل هذه المعلومات. وأيضا كل التحية والشكر من اليمن الأستاذ هيثم المتوكل الصحفي والناشط السياسي. وإن شاء الله يا رب من انتصار إلى انتصار، وإن شاء الله اليمن السعيد سيكون هو مفتاح هذا الانتصار على الكيان الصهيوني. أحبتي المشاهدين، هنا تنتهي التغطية المباشرة لعملية طوفان الأقصى، وتغطياتنا مستمرة، انتظروا التغطية الأخرى الساعة 6 مساء. إلى اللقاء.